تموم پرچمان بشه سپاه حضرت بقیت الله. خدنا هي الخريطة استاذ عماد. هاي فلسطين محتلة، الكيان الغاصب لأرض فلسطين التي يسمونها الآن إسرائيل. طبعا المقاومة تستطيع أن تستهدف كامل هذه الجغرافيا حتى إيلات. هلا إذا كنا نقول ما بعد حيفا، يعني تل أبيب، هلا بنقول ما بعد تل أبيب وما بعد إيلات. يعني إذا عندهم شيء بعد إيلات كمان نحن منطاله إن شاء الله. الشمال كله في دائرة نيراننا، من وين مكان، من أي بقعة في لبنان نحن نستطيع هذا الشمال، وقد ما بدهم زمن. وكل المعلومات عن كل الأهداف هون، العسكرية والأمنية والتكنولوجية والاقتصادية والصناعية و و و و كل هذا موجود هون. لكن النقطة الأهم اللي بدي احكيها هي هذا الشريط الساحلي. بشوف أنا حابب أقدم هذا الشيء للرأي العام ليعرفوا قديش إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. أولا جزء كبير من المستوطنين الإسرائيليين موجود وين؟ بهالمنطقة. هلأ النص، أكثر من النص شوي على حسب الإحصائيات، لكن شوف في بقلبه أهداف. هذا المربع اللي يعني في أحسن الأحوال بقلب المستطيل عندنا 1200 كيلومتر مربع ولا شيء، يعني بقعة صغيرة. إنه إحنا ما عم نعمل معركة مع دولة كبيرة ومساحات ممتدة وملبكين من اللحق على كل الأهداف. موجود بقلب هذا المستطيل كل مراكز الدولة الأساسية، حكومة، مكاتب وزارات الحكومية، وزارة الحرب، قيادة الجيش، رئاسة الأركان، مطار بن غوريون الدولي، مطارات داخلية، قواعد سلاح الجو، منشآت عسكرية تحوي أسلحة غير تقليدية. عندهم هون مصانع بتروكيميائيات، عندهم مصانع نووي بهذا. طيب ميناءي تل أبيب وأسدود، مراكز الصناعات العسكرية، تجمعات الصناعات المدنية، المراكز التجارية رئيسية، مراكز المالية رئيسية، بورصة إسرائيل، محطات إنتاج الكهرباء المركزية، محطات تحويل الكهرباء الرئيسية، محطات استقبال وضخ الغاز، محطات معالجة وتحلية المياه 90% موجودين هون، مصافي تكرير النفط، حاويات النفط، كله وين؟ بهالمنطقة. طيب ماذا يعني ذلك؟ تصور أنت إذا في مقاومة عندها قدرة صاروخية مثلا آلاف، عشرات الآلاف، فلا ما بدي أعطي أرقام دقيقة، وكلها بتقدر تطال هالمنطقة، ونحن مش مضطرين نوزع نبعث صواريخنا على جنوب فلسطين ولا على أي أماكن أخرى. يتكفل بالشمال نوع من الصواريخ، بقية الصواريخ بدل ما نستنفدها بالشمال بنروح فيها على هذا الشريط الساحلي. هل يستطيع الكيان أن يصمد، أن يتحمل؟ هون العصر الحجري، مين بده يرجع التاني على العصر الحجري؟ هو يخادع شعبه ويصور لهم أنا أقصف في سوريا لأمنع وصول السلاح الفلاني إلى حزب الله في لبنان، وأنا عم أقول لك وصل يا أخي، مش يا أخي، يا أخي الذي يحب أن يكون قد وصل، يا عدوي وصل وخلص وكتر من زمان. وبالتالي هذا الملف انتهى. قام طلع على هدف أعلى، أنه أنا أقصف لأمنع، لأني أريد أن أخرج إيران من سوريا. لكن في كل أحوال أنا أقول للإسرائيليين ولنتنياهو افعلوا ما شئتم، إيران لن تخرج من سوريا، إيران لن تخرج من سوريا، لأن هذه إرادة رئيس الأسد وإرادة القيادة السورية وأيضا إرادة الإيرانيين. نتنياهو عم يتصرف بشطارة، أنه هو ما بيقول لوزرائه ما تعلقوا ما تعقبوا، ويفترض أن إسرائيل ستبقى على الحياد. من قال أن سيتم تحييد إسرائيل في أي حرب مقبلة إذا حصلت حرب على إيران؟ أول من سيقصف إسرائيل هي إيران طبعا، والإيران قادرون على قصف إسرائيل بقوة وبعنف وبشراسة، ولديهم هذه الإمكانات. يجب أن تفهم إسرائيل أن أي حرب في المنطقة لن تكون إسرائيل محيدة أبدا.
هلا مين بيفتح هذا الحرب؟ كيف بتنفتح هذا الحرب؟ بحث آخر، هذا تفصيل. إسرائيل لن تكون محايدة. يعني حتى لو لم تبادر إسرائيل إلى شن الحرب؟ إسرائيل ليك، إسرائيل عندما تفتح الحرب على إيران يعني فتحت الحرب في المنطقة كلها. هاي خلي يكون واضح.